عملية مرحبا 2018 الممتدة بين الخامس من يونيو والخامس عشر من شتنبر تهم مواكبة تنقل أكثر من مليوني مغربي من بلد الإقامة إلى المغرب خلال الفترة الصيفية. مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تسهر على تنفيذ هذه العملية مع باقي المتدخلين من القطاع العام والخاص قامت بتسخير وسائل هامة لتسهيل عملية استقبال وإقامة الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أحسن الظروف. نحو 20 باحة استقبال تمت تهيئتها لمواكبة الحركة المكثفة للنقل البحري والجوي المسجلة عادة في هذه الفترة، ويتعلق الأمر بباحات الاستراحة طنجة المتوسط وتوريرت وتزاغين والجبهة، وكذا نقاط الاستقبال في موانئ طنجة المتوسط والناظور والحسيمة ومدخلي باب سبتة وباب مليليا ومطارات الدار البيضاء محمد الخامس ووجد أنقاد وأكادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة. وفي الخارج ستواصل المؤسسة تقديم مساعدتها لأفراد الجالية المغربية الذين يعبرون من الموانئ الأوروبية لكل من ألميريا والجزيرة الخضراء وسيت وجنوى. مؤسسة محمد الخامس للتضامن قامت في هذا الإطار بتسخير طاقم مكون من 1000 شخص بينهم مساعدات اجتماعيات وأطباء وأطر صحية من أجل تقديم المساعدة لأفراد الجالية المغربية، وستتم مواكبة المسافرين في مجال التحسيس والإخبار من خلال توفير دلائل بست لغات وعبر تطبيق يمكن تحميله بالمجان على الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية يسمح للمستخدمين بتحديد مواقعهم والاطلاع في أي وقت وأي مكان على سجلات الاتصال المتعلقة بمختلف الهيئات ذات الصلة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى الولوج إلى المعلومات والنصائح العملية المرتبطة بتنظيم السفر وفترات الإقامة.